السلام عليكم واهلا وسهلا بكل الاحباب في لقاء جديد. احنا دلوقتي بنبتدي توبك مختلف شويه، اجايد فور برودكت مانجرز فور ماركتنج مانجرز فور ماركتنج دايركتور فور اسيستنت برودكت مانجرز. احنا يمكن كان عندنا فعلا الحاجه ان يكون عندنا ريفرنس نقدر ان احنا نسترشد بيه. عارفين حضراتكم مثلا حاجه زي بروشور، عايز اعمل تريننج، عايز اخد بالي من موضوع حاجه زي اللونش مثلا، داخل في ايفنت معين، ازاي احضر الحاجات دي كلها؟ وحتى من البدايه خالص الزملاء اللي هم عندهم يعني الطموح ان هم يشتغلوا في المجال بتاعنا از برودكت مانجرز او غيره بيسالوني: يا دكتور محمد، لو عندنا انترفيو ايه الحاجات اللي اخد بالي منها؟ ايه الاسئله المتوقعه؟ الكيس ستادي ازاي اتعامل معها؟ فحبيت زي ما قلت لحضراتكم ان احنا ان شاء الله يعني نجهز كورس متكامل في كل الامور اللي زي دي وغيرها كمان ان شاء الله. هنتعرف عليها من خلال الكورس اورينتيشن، هنتعرف على اهم التوبيك وغيرها وغيرها ان شاء الله، المزيد ان احنا نستفيد من هذا الكورس الجديد. اهلا وسهلا بحضراتكم، يشرفني ان شاء الله انضمامكم لمتابعه القناه اليوتيوب باسم دكتور محمد فتحي، وعندنا كمان يشرفني الجروب الفيسبوك بلاستوما انكلستوما الجديد والجديد. ان شاء الله حضراتكم ممكن تتعرفوا على التوبكس اللي ممكن تتقدم ان شاء الله عليها خلال الفتره اللي جايه، والتوبكس طبعا اللي اتقدمت قبل كده. اهلا وسهلا بحضراتكم، ومعاكم دكتور محمد فتحي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل الاحباب في لقاء جديد وتوبك جديد ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. احنا بنتكلم دلوقتي على توبك يمكن كومبريهنسيف كبير، بنتكلم على يعني مجموعه من المواضيع المختلفه تحت الامبريلا بتاعه الجايد، اجايد فور برودكت مانجرز اند ماركتيرز. في الحقيقه يمكن عندنا مواضيع كتير، عديد من الزملاء بيسالوني عنها، نعمل ايه في كذا، نتصرف ازاي في الموضوع الفلاني، ويمكن حاجات متعلقه بالماركتيرز والبراند مانجرز وغيرها. فحبيت ان احنا نتكلم بشكل يعني متكامل عن الموضوع ده في كورس ان شاء الله ينول باذن الله اعجاب حضراتكم. انا هنا بتكلم على كورس اورينتيشن، بنتكلم على اهم التوبيك الاساسيه اللي يعني هيتناولها الموضوع الجديد. تعالوا كده نستعرض مع بعض العناصر الاساسيه في الكورس اللي احنا ان شاء الله بنقدمه لحضراتكم. اجايد فور برودكت مانجرز اند ماركتيرز، هنتكلم في اكتر من موضوع، ويمكن انا حاولت ان انا اعمل حصر للقصه ديت لما حسيت ان في مواضيع يعني ذات اهميه بالنسبه لزمايلي سواء في مجال الفارماسيوتيكال او حتى في غير مجال الفارماسيوتيكال. على سبيل المثال: how to create a training content and professionally provided، ازاي اعمل تريننج كونتنت؟ لو عندي انا تريننج للزملاء مثلا ميديكال ريب او زملاء على مستوى المانجيريال ليفل، ازاي اعمل التريننج نفسه؟ فهنتكلم في الجزئيه دي، وهنتكلم كمان على كيفيه يعني ان انا ادي الكورس ده بشكل بروفيشنال، ايه الحاجات اللي اخد بالي منها، طريقه التقديم ازاي. عندنا موضوع تاني زي البراند لونش ستيبس، اللونش نفسه. دلوقتي انا عندي منتج جديد عايز اعمل اللونش، طب ايه الخطوات اللي انا اخد بالي منها؟ وبنتكلم كمان على البري لونش بلاننج، ما قبل بقى مرحله اللونش نفسه، المنتج لسه كفكره او تحضير ليها، برضو ازاي ان انا استعد للفيز ديت او المرحله ديت. هاو تو كرييت ا بروشور، انا محتاج ان انا اعمل تصميم لبروشور او فلاير، اي بروموشنال ماتيريال ازاي احضر لها بشكل برضو احترافي. ايفنت بريبريشن، والله لو عندي ايفنت معين، لو انا مثلا عندي لونش بارتي، لو عندي سايكل ميتنج، لو عندي انترنال مثلا ايفنت احتفالا بمنتج جديد، ازاي احضر الايفنت دوت وارتب كل الامور المتعلقه به. برزنتيشن تيبس فور برودكت مانجرز، بعض البرودكت مانجرز تلاقي حضرتك عمل برزنتيشن لكن فيها بعض الاخطاء، ويمكن شفت حاجات متكرره مع عدد من الزملاء، فحبيت ان انا اجمع قدر الامكان اهم النقاط في جزئيه البرزنتيشن تيبس ديت او النقاط، بحيث ان احنا كلنا نبقى اوير بيها. جزء كمان مهم جدا ويمكن جالي كتير قوي اللي هو البرودكت مانجرز انترفيو، اعمل ايه في الانترفيو؟ ايه الاسئله المتوقعه؟ طريقه ردي تبقى ازاي؟
طيب الكيس ستادي ازاي اتعامل معاها. فحبيت ان شاء الله برضو ان انا اخصص الجزء دوت للزملاء اللي مقبلين على البوزيشن او مقدمين عليه، وبيحاولوا كده ان هم ان شاء الله ياخدوا بالاسباب عشان ربنا يوفقهم في حصولهم على البوزيشن. برضو اتكلمت يمكن على حاجة تانية مهمة اللي هي الماركتنج بلان برزنتيشن ان فرونت اوف هاي مانجرز. دلوقتي انا محضر الماركتنج بلان بتاعتي وانا في اجتماع مع البورد او اجتماع مع البيزنس يونت مانجرز مثلا ومجموعة المديرين الكبار، هل انا هعرض كل الماركتنج بلان؟ صعب. انت يعني بتعرض اهم النقاط الاساسية اللي متضمنة في الماركتنج بلان، فهنتكلم على طريقة تقديمها وإيه العناصر بتاعتها. وحتى برضو لما يبقى فيه، عارفين بيبقى فيه يعني اجتماعات على مستوى كل كوارتر أو يعني مثلا كل 6 شهور اجتماعات كبيرة برضو بناقش فيها وصلنا فين في الماركتنج بلان، فبرضو حبيت إن أنا يعني أقدم لحضراتكم التوبيك ده إن شاء الله يبقى مفيد. مش بس كده، هنتكلم ان شاء الله على بعض الحاجات التانية زي الفوركاستنج والاي ام اس داتا اناليسيس، ازاي اعمل فوركاست بناء على الاي ام اس داتا. انا كنت اتكلمت يمكن قبل كده في موضوع الاي ام اس داتا لما جيت قدمت الماركتنج بلان ديزاين، لكن هنا هقدمه يمكن بشكل ان شاء الله يعني اكثر تفصيلا، وهنعمل كده الانتربريتيشن بتاعي والاناليسيس وازاي ان انا احط فوركاست او خطه مبدئيه بناء على الداتا من الاي ام اس. هنتكلم برضو على التكتيك للماركتنج بلان بشكل تفصيلي، ايه التكتيك اللي انا اخد بالي منها في جزئيه الماركتنج بلان فيما يخص بقى حاجه زي مثلا السيلز فورس تيم، طريقه الاداء مع البرودكت بتاعي، البروموشن، التعامل مع بعض الامور اللي زي كده. فهنتكلم على التكتيك ان شاء الله ان شاء الله برضو بشكل تفصيلي. ريبورتنج سيستم، انت كراجل ماركتير انت كتير بتتعرض انك محتاج تعمل ريبورت، طيب ايه الادوات اللي عندي او ايه الريفرنس اللي عندي اللي انا ممكن استعين بيه في موضوع ريبورتنج ان شاء الله اقدمه لحضراتكم. جزئيه برضو الفيلد فيزيت والدبل فيزيت، دلوقتي انا راجل مثلا في مرحله اللونش وعايز انزل الفيلد بتاعي سواء قابل كيو ال او ان انا انزل اشوف التيم بتاعي بيشتغل ازاي، ايه العناصر المهمه اللي انا اخد بالي منها اثناء النزول، تحديد الاوبجكتيف من النزول نفسه، الميديكال ريب ازاي اتعامل معاه، ايه الحاجات اللي انا يعني احاول ان انا الفت نظره ليها. فهنتكلم على جزئيه الدبل فيزيت والفيلد فيزيت، هنتكلم كمان على البلو اوشن استراتيجي. النهارده بقت صايحه يمكن على مستوى العالم موضوع البلو اوشن استراتيجي، عايزين نتكلم عن مزاياها وعن الليميتيشن كمان بتاعها. هنتكلم على جزئيه كمان مهمه قوي اللي هي المانجيريال اكاونتنج برينسيبلز والفاينانشال ستيتمنت. انا كراجل ماركتير انا بتعرض لحاجات كتيره محتاج ان انا اكون فاهم فيها الجزء الخاص ب يعني الامور الماليه، الحاجات اللي محتاج ان انا ابقى فاهمها الى حد ما، حاجه زي مثلا فيزابيليتي ستادي، حاجه زي مثلا حاجه مرتبطه ب مثلا المكسب الخساره، حاجه مرتبطه بالبريك ايفن بوينت. فهنتكلم عن بعض النقاط المهمة إن شاء الله اللي تهم الماركتير من وجهة نظر أو من السكوب بتاع الجزء المحاسبي والجزء الفاينانس. فإن شاء الله برضو هنخصص له توبك إن شاء الله هنتكلم فيه في أكتر من سيشن. هنتكلم على جزئية الريسورس ألوكيشن، إزاي أستفيد بالريسورس المتاحة عندي، إزاي أستفيد بكل جنيه أنا ممكن أصرفه في الماركت، وإزاي أحسب الريورد بتاعه، وإزاي أخلي الناس اللي شغالين معايا يعني بالفعل لما يجي يقدم مثلا بروبوزل لحاجه معينه، انا عايز يعمل ايفنت، عندي ديستريكت عايز يعمل بارتيسيبيشن لمجموعه من الدكاتره، ازاي احسب الريفينيو بتاع الموضوع دوت، الار او اي ازاي يتحسب، وكيفيه يعني الاستفاده زي ما قلت لحضراتكم من الريسورسز المتاحه عندي بافضل وسيله ممكنه. هنتكلم كمان على جزئيه التريننج مانجمنت بوزيشن. الزملاء بيشتغلوا ماركتير ممكن بعد كده يشتغلوا كترينرز، طيب البوزيشن ده بيحتاج ايه بالظبط، ايه الحاجات اللي ممكن تكون مختلفه عن جزئيه الماركتنج او الماركتيرز. هناخد برضو كيس ستادي في الجزئيه ديت للناس اللي ممكن تتعرض لحاجه زي كده، وغيرها وغيرها من ان شاء الله التوبكس اللي ممكن ان شاء الله ان احنا يعني على مدار بقى الكورس بتاعنا ان احنا نتعرض ليها.
نقطة يمكن مهمة عايز أقولها في بداية الكورس نفسه. عادة أنا بخلص الكورس وبعد كده أنزله على قناة اليوتيوب. في الكورس ده لا، في الكورس دوت أنا خلصت أجزاء يعني مبدئية، حاجات مثلا زي موضوع التريننج، حاجات زي موضوع اللونش، البرزنتيشن تيبس دي يمكن مخلصها، لكن الحاجات التانية شغال فيها. فهمني برضو الفيدباك من حضراتكم، لو في توبكس محتاج ان احنا نتكلم فيها ممكن حضرتك تقترح عليا فيما يخص بقى الجزئيه الايه الجايد. انا هنا بتكلم على ايه، جايد فور برودكت مانجرز، جايد فور ماركتنج مانجرز، جايد فور ماركتنج دايركتور، جايد فور اسوشيت برودكت مانجر او اسيستنت برودكت مانجرز، كل الناس اللي شغالين في الجزئيه دي او في المجال ده، سواء في المجال بتاعي طبعا المفضل بالنسبه لي الفارماسيوتيكال او غيرها من المجالات المتعلقه برضو بالماركتنج. يشرفني ان انا اتلقى من حضراتكم الاسئله او الاستفسارات او الاقتراحات. لو في شيء ان احنا محتاجين نقدمه طبعا اتشرف بحاجه زي كده. وزي ما قلت لكم مش هكتفي ان شاء الله اذا ربنا احيانا بالعناصر ديت، لا ان شاء الله كل ما يجد جديد في حاجات انا حاطط كده برضو عليها كده ايه علامات واشارات بحيث انها ممكن تتوسع شويه. وبالمناسبه عندنا توبيك واحد مثلا زي موضوع اللونش. موضوع اللونش ده اخد حوالي تقريبا 7 سيشن مني. انا بحاول قدر الامكان ان انا ابقى يعني مش طويل، يعني المده بتاعت الفيديو ما تبقاش طويله قدر الامكان، في حدود الربع ساعه، تلت ساعه، نص ساعه، حاجات زي كده. احيانا حاجات بتفلت مني قليله، لكن بحاول ان انا احافظ على الـ يعني الايه المعدل ده قدر الامكان عشان الناس برضو ايه ما تملش او تزهق من المشاهده. فاتمنى ان شاء الله التوبكس دي كلها تنول اعجاب حضراتكم، وزي ما قلت لكم في انتظار اي اقتراحات منكم جديده. وانا يمكن برضو ان شاء الله عندي اكتر من عنوان مختلف حتى مش متضمن في السلايد اللي قدامنا ديت. بدعو حضراتكم طبعا لمتابعه بقى الكورسات اللي اوريدي يعني تم بثها على القناه. عندنا كورس متكامل للماركتنج بلان ديزاين حوالي تقريبا 68 سيشن. عندنا الماركتنج بلان تمبلت على مدى 2 سيشن قدمت لحضراتكم برضو التمبلت ازاي اكتب الماركتنج بلان بشكل متكامل. الزملاء المهتمين بالماركتنج ريسيرش ابحاث التسويق ودورها في اتخاذ القرارات برضو مقدم كورس متكامل في الجزئيه ديت. وعندنا الناس المهتمه بالتسويق الصناعي او البيزنس تو بيزنس ماركتنج الاندستريال ماركتنج برضو في كورس متكامل تقدر حضرتك تتابعه من خلال قناه اليوتيوب. لينكات كتيره يمكن طبعا يشرفني ان حضراتكم تتابعوا من خلالها كل يعني الكونتنت اللي انا بقدمه. عندنا قناه اليوتيوب محمد فتحي ابراهيم ده اللينك بتاعها. عندنا جروب لينكد ان متاح برضو اللينك زي ما حضراتكم شايفينه. عندنا جروب التليجرام بلاستوما انكل استوما، وعندنا صفحه الفيسبوك الصفحه الشخصيه بتاعتي انا، وفي جروب الفيسبوك برضو من الحاجات اللي انا يعني بحرص ان انا اقدم عليها كل جديد بلاستوما انكل استوما، بالاضافه لجروب الواتس اللي هو ساعد غيرك برضو دوت متاح. الزملاء اللي عايزه تحب ان هي تنضم لينا اهلا وسهلا بحضراتكم. يعني اتمنى اكون قدمت كده موجز يعني اورينتيشن كده بسيط عن ان شاء الله الكورس الجديد. اتمنى الجميع ان شاء الله يستمتع ويستفيد، وطبعا ملاحظات حضراتكم تهمني جدا. شكرا لحضراتكم وان شاء الله في انتظاركم في متابعه الكورس الجديد. اهلا وسهلا بيكم وتحياتي دكتور محمد فتحي.